يالله نبي الإبداع في زد بهاراتك، وقت التحدي حان اظهر مهاراتك. يالله 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 زد بهاراتك، من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكل يدينه بعدها، من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكل يدينه بعدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للجميع، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وفقرتكم زد بهاراتك. اليوم يومنا غير، اليوم معنا نجوم غير في المطبخ. أمس كانوا متحمسين وجالسين هنا فارس وبندر، اليوم شكلها هجد ال ها الفريق الأول والثاني متأخر. متأخر والله، مريض. إيش اللي فيه؟ لا يقدر. مرحب. مطبخ اساسي عليه. والله قلت لا يقدر، خليه يقوم. قال ما يقدر. الله يحييكم اعزائي المشاهدين، ما ادري قطعت عليه، كنت اتكلم مع العرب. الله يحييكم من جديد. البارح الشباب كانوا متحمسين، حبيبي ابو فيصل ابو الحماس اللي امس اليوم هني، ها، وحبيبي فارس. فارس ما ادري ايش صار له. الفريق الثاني من اللي معنا؟ فارس عبد الرحمن، حتى ما غسلوه يعني. بس فارس عيقوم. انت عبد الرحمن جيت مرتين يعني الاسبوع هذا؟ كان امس و ارحب. مرحبا مليون. سلمت الله يبيض وجهك. شباب استريح هناك يا شباب، الله يسلمك. ما في شيء بدل فارس، اقعد قرعه يا حبيبي، قرعه قرعه. ها انت مطفي مايكك يا بن دفنه. روح روح صح، روح صح، روح صح صح يا حبيبي. انت يا عبد الرحمن اليوم انا امس بس اللي كنت في السجن. طيب دخل اخوي اليوم دار اخوي، وانا دخلت بدال. مبتسم. ما تدخل بدال اخوك الا هذا كلام. مبتسم. كلام مين؟ كيف كيف؟ حسن. ها؟ حسين. اي اي. لا لا حسين لا، معلش. وامس امس انت كنت في السجن؟ اي امس كنت في السجن. اخترنا بدلك واحد وطلع في القرعه اخوك، ما ترى اخذنا قلنا تعال بدل اخوك تطلع اليوم يطلع هو بكره. فهمت السالفة؟ يعني عشان اخوك اليوم يا انه يجي عبد العزيز يحضر يا ان نختار قرعه. طيب انا, طيب أنا امس ما تغيبت. راحت عليك يا حبيبي. كيف راحت علي؟ ما هذا امر ابو كاتم والشباب. انا لو بدي لو بدي هبت ثلاثين وثلاثين. الريال ما قدر تكفى. خل خل لا تكفى بدون قرعه، خلي ارصيد له كل من يدارك. بيجي عبد العزيز اخوك؟ اي صحيح بيجي، بس انا أجل صح عبد العزيز. أنا أمس كنت صاحي، يعني كان بإمكاني إني أجي. أنا أدري 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 إن كان مكانك أمس وحطوا بدلك عبد العزيز بالقرعة. طيب طلع عبد العزيز أخوك بالقرعة. عشان كذا أخوك عبد العزيز بيجي اليوم. إيه بس صحيح صح. إيه والله يسر أمرك صح. وأنا يرفع إيه. راح عليك والله أمس. ومعوض خير يا حبيبي، الدنيا بخير وعندك المطعم والحياة الزينة. البس قبعة أزرق. الله يسر أمرك يا أبو. زين أنا بدل عبد الرحمن. اي لاف يو. اليوم نطبخ على مين يا اي لاف يو؟ عبد الرحمن. والله ما ودي، والله والله الذي لا اله الا ما ودي، لكن وش مكتوب فيه؟ فارس بيجي ولا ناخذ قرعه؟ ناخذ قرعه؟ يقول له خلي كان بدالك من دفع. معلش والله قرعه. ما في والله نودي، ابي والله ودي خلاص. نظام ابي عن وجهك. تكفى ابي عن وجهك. ابي عن وجهك. هذا صح؟ قرعه يا حبيبي. لا مكتوبش ابي وجهك. يقول ابي عن وجهك. ابي عن وجهك. ابي عن وجهك. تكفى. استاذ الخير بالدفن بس ما هي مني، والله ما هي مني، لو مني عايد الوضع. زين كلمهم في الكنترول دحين. كلم يا اخي، يمكن يطلع نصيبك. دقيقه يمكن يطلع النصيب. لا انا ابغى الرصيد اللي فارس. لا ما في رصيد فارس. اسأل روح للمره الاخيره. والله اني رحت له قال والله ما اطلع. قال تعبان ما اقدر. تعبان تعبان. انا ودي اخدمه بعيوني والله، لكن تبغاني اروح لاخر مره؟ روح يا احنا نتمنى والله انه ما يفوت الواحد ريال. بعدين ترى صارت 400 علمت المطبخ، صار 400 ما هو 200 ترى. 400 ريال تفرق الريال والله، نفرق على البرايم. والله انا غلطان يا ابو تركي. اي لاف يو والله. الله يسعد درج. الله مريتك لابس قلنا دقيقتين يا حبيبي. دقيقتين هذا رجال. طيب انت لابس قبوع ما غلط عليك، انا احترم نفسك يا ابو علي. عادي انا مشتي وتعبان وكلها ما والله يجعل اللي فيك فيني. انت حتى كويس اني ما جبت الفروه وجبت جوانتيات وجب الدفاية معي. يا أخوي داخل ستايبيات. طيب سلامات.
ايش اسمه سكاي كابتن ابو احد اذا نزل البحر يحس نفسه انه في تركيا وقاعد يصطاد شيء يطلع لها والله انزحز قصدي عقب المطر يا اخي مو المطر انا اعبي سله صغيره هو عنده سط الماء مو مخرم انا اللي مخرم كان يغسلني فجاه انا ها خلاص توكل على الله وعبد العزيز نفس الشيء اختار قرعتين شفنا قرعة القرعة يا اخي احنا موجودين فريق فارس حبيبي خالد المفروض يعطونا فلوس ونروح والله ابو فارس والله ما احنا محترمين والله كل شيء والله تستاهلوا خلاص انت بندل علي خلاص اعطونا فلوس والله لحالك ترضى وترضى لحالك ترضى انت احنا فريق والله اللي تبي ابو علي ابو فارس حبيبي عيوني مين اللي معك؟ انا والله الحبيب خلاص انت فريق واحد؟ تعال تعال اخوي تعال تعال اختار هذا قرعة اختار لكن شوف هي المفروض انهم تكلموا من بدري يا رب عرفت يا رب يجي من نصيبي وضح لكم بدري ما بنحضر ما بنجي عشان ايش عشان ناخذ احتياط نطلع على طول من جاهزين اثنين ما نقدر ننتظر الوقت هذا اللي راح كله احنا موجودين شوف ها 10 دقائق طيب ممكن الحين قلنا اطلع اثنين وقال نايمين احنا ما نبغى نفس الحكايه احنا موجودين لا لازم قرعه تبشر عليكم بالدور كامل والله لازم قرعه يا حبيبي اي لاف يو انت يا بندفنا اعطنا يا حبيبي قرعه اللي الاثنين هذول الفريق الثاني يا رب بندفنا يا رب بليز هاوريو وان شاء الله عزوز بندفنا شو عشان الشاشه دحو يعني شكله ما يصلح للشاشة نبغى نشوف القرعة ما نفعل دعوة ربي كريم يا ربي كرك زهيري يا رب اي والله ان شاء الله كرك زهيري بس لا طلعنا هذه يا حبيبي ايوه يا حبيبي طلع مديت 50 سحب بدلة دقيقة شباب دقيقة شباب سحب بدلة عسكري يا حبيبي يلا روح يا حبيبي روح حلوة قام اصبر والله انا ما قد تحركت انا تحركت طيب اذا قلت ستوب ايوه محمد لا لا وقف وقف مين اللي قال ستوب ما حد هو قال ستوب اجين انا اذا قلت انا اذا قلت انا يلا ستوب ستوب ايوه عليك اسكت جيت سؤال مخفل تفضل سلطي يلا يلا حي انا من انت والخير تعال انت والخير ان شاء الله يا ربي بالله روح يا حبيبي روح يا ربي من اللي وده يطلع الصدق الصدق يا ربي بالله ما ما بيجي الا وايل انا عارف انا شوف يعني ان شاء الله استر. والله يا اخي ان شاء الله ان عبد دحو وهم قدو لابس وجاهز من نفس المطبخ ابو علي ابو علي طيب رجل طب وقت ضيق استوب ما نزل الجاكيت محمد عثمان نايم نايم محمد عثمان والله انا سهران لابس تو راقب خلي اتوقع شوف اذا بيطلع مطبخ شوف بيطلع مطبخ اذا بيطلع مطبخ ولا نشوف واحد ثاني لازم نسأله بيطلع يجي يلا هلا شباب هلا هلا بالزين هاي ولد كيف السجن البارح حياه غير صح؟ ها؟ مطبخ طاحت عليك قرعه مطبخ انت الحين راح 50 يوم ما قد دخل سجن الا واحد صح؟ الا اثنين الا اثنين العام دخلوا عندنا اثنين سجن معاذ وسعود غربي سجنوا يوم كامل ايوه سجنوا يوم كامل زياد وسعود فهد ليش سجن سجن يعني تخيل الفقرات ما يطلعوا لينجن اه وخصم الفقرات عليهم ولا لا 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 قولوا تم بس تم طيب خلاص خليك قالوا لا لا الله خلوني بداله الرصيد له الرصيد انا ما ابغى منكم شيء ما ابي رصيد خلنا له ما ابغى رصيد هذا الباب قد قفلناه يا بن دفن جعني في عينك والله ادري انك كفو سكر باب الفارس تبغى هذا الحين محمد حد سكر باب الفزعه افا عليكم كفو كفو يا ابو مبارك يلا بسم الله النظام ما يعرف باب الفزعه النظام اجين يا حبيبي ايوه حبيبي ابحث من جديد يلا يا رب واحد يا رب واحد من الجالسين عشان ما نروح نزهم ووقف اوه خويا هذا راح 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 خويا روح بسم الله يا اخي قل له وقف مجيدو 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 طلع مستشفى مراجع مراجع مستشفى راح هو شكله اصلا بيطلع بدفنه غصب محمد الذهلي راح ناده يلا يلا ابو ذهلي يا رب يا رب يا رب والله ما يرفض الذهلي والله بيجي يلا يقول يا رب يرفض عبد الله شكله يروح ربه بيجي يا رب يرفض من اللي معه من اللي معه قلنا سالم خنفري يا خنفري ايوه يا شباب ايش العلوم ايش الاخبار ابشرك فل الفل لوز اللوز نحمد الله تعديت مرحله نفسيه نفسيه
في البرنامج يعني 50 يوم ابشرك احنا نطلع من هنا على شهر لازم تتاقلم. قلت تاقلمت خلاص الحين قلت قعدت هني 300 يوم عادي عندك 300 يوم فرق تمام ان شاء الله شهرين لو قعدت تقول الى شهر 7 عادي شهر كم الى شهر 7 حرام ما جلست يعني تحس انه عادي مثلا عندك لو 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 ايش لا لا اسمع الشديد وافق الله يحفظك قلت له محمد الذهري محمد الذهري قال ها قلت له تريد المطبخ قال هي اريد الله يهديك وش تبغي قلت له قال ابغي قلت له والله مو زين ما زين قلت له قال لا قال اريد اخاف الله يفقه هذا حظ نصيب من عبد الله والله اني ما اريد الرصيد كثر ما اريد اقعد هني وافي والله العظيم حبيبي والله خفية طاقة اليوم اجلس خليك سولف معنا ما بتعطيني وجه ادريبكم ها ما بتعطيني وجه نعطيك وش انت وش كل لك ها اضمن لك 10% وش 10% نعطيك وش 10% من الوجه اني ما اخذ الوجه كامل ولا اروح ها طال عمرك ما وانا اللي انا اتحمش واعطوني 10% كفو يا ابو مبارك كفو والله قلت تتحمش هد ما قلت تتحمش ها ما قلت تتحمش الحمد لله الحمد لله المايك كان مش مطفي خلاص طيب هم تكب 50 ها لا لا ما ندخل هذه فقرة مش فقرتي لا فقرة مش فقرتي هذه ونحط فقرة كيف فقرة بعدين المفروض رايحاتي وكل ما صحي الشباب المفروض تعطيني عليها فلوس والله انك تستاهل والله اني رايح كم مرة 50 ريال ابغى 50 ريال استاهل المشوار ب 10 والله انه يستاهل خمس مرات 50 المرة الثالثة عطل فيها رجع من نص الطريق ابو علي عيوني انت ترى الدنيا برد انا احس الدنيا دفى يا اخي انت ابو فيصل ايش العلوم؟ يسمح لنا بكلمتين خلينا نرقد مرة انا عندي انتباه لا والله تصور انا قال لك من سالم الخنفري وين جلس سالم علي لين بعد الفجر والله ما ابو علي ابو علي جاء برد ابو علي الوطيعه ما رقت ابو علي سوالف انا وياه البارح لين يمكن الساعه 6 مدري 7 8 الا انت ليه سوالف انت تقول علي كم دقت عليه والله اني في سابع نومه ابو حامد حبيبي وش عندك غايب امس لا والله موجود قبل امس ايش عنده سام رجعني ذا؟ والله ما ادري طلع ضايع حق المطبخ لا لا صدق وين مختفي عسى ما شر ما يجيك شر يا حبيبي ها آه. طيب يا استاذ ابغى اسال سؤال متى القرعه حق الجماعه كلهم؟ ثاني مره لا تغيب ترى باقي استحملك يا بن دفن ثاني مره لا تغيب دحين ابغى اشوف القرعه حق الشباب كلهم تكفى ايش؟ القرعه حقك مو اليوم بكره يا حبيبي اليوم اخر يوم صح ايوه اليوم اخر يوم يجي وعلي خلاص بكره في قرعه فلوس نروح لا اليوم في اخر يوم بكره في قرعه لا يا حسين بكره اخر يوم في لا لا اليوم اخر يوم الطيرش لا بكره انا منيف انا ومنيف محمد عثمان و حلو من في بعد ثاني بكره اخر قرعه يا شباب بعدين ان شاء الله نبدا في يوم جديد ويوم زين خلوا سالم الخنفري يختاره وجكي عشان يميون كل شيء موجود الله يحييك كيف الحال؟ وش علومك؟ شلونك؟ يا مرحبا مليون يلا بسم الله الرحمن الرحيم مين بكره؟ هذا اللي بيجي ولا نسمع؟ بيجي غير الحين جاي مين؟ قال لا لا غير والله اني فتحت يدق صوتك اي والله فرحت المشكلة يوم فتحوا الشاشة انت الوجه حقه هو ضارب بالوجه العيون حول والوجه اسود والله العظيم والله صورتك يا اخي بشع شكلي عبيط فيها الصوره صح والله صوروني مالي نفس حتى العقال قصينه اي والله مين قاص العقال والراس تقول ثبه منزل من هنا والله يا اول ما دخلت البرنامج كنت احسب راسك هنا فيه طاجه لا يا حبيبي طلع راس مو في طاجه خلفيه كرسي دو بوكس قصدك ولا خلينا نغيرونها لك حاولت والله اني تحاربنا انا وياهم لين بس قالوا بغيره وعصبت وسويت روحي كذا جو اخر شيء يعني واحد قنعني بكلمتين وصدقته ولين الحين الصوره معلقه ولا والله ما عجبتني الصوره يا اختار يا ليه المشكله المصور ذاك اللي صور خالد المشكله اللي صور مصورني اختار عيوني مصورني هندي قايم من النوم تعال سالم هلا حبيبي تعال سالم حبيبي والله اختار قرعه شوف يا ولد كل واحد خذهم يلا اليمين يلا بك يدك يلا انت يسر لهم يلا اللهم امين يلا تيسيرك احسها اكلة شيء ما قصر معكم في طبخات اليوم سهله يلا بالتيسير اكرم الله باللحم وش هي؟ اكرم الله باللحم لا والله ايه وش انت؟ فوتشيني بالدجاج ها؟ فوتشيني بالدجاج عاصمة المطبخ عاصمة المطبخ انا بكره ابين رز هونغ كونغ عادي اتوقع اسامي فوتشيني بالدجاج ومكرونه باللحم طيب شلون قبل؟ فوتشيني بالدجاج طبعا القرار لك
كوتشي و كوتشي اتصال 150 خذ اي ولا يا سلام 50 مقادير واحد خذ واحد من الزبدي يلا يا سلام يا لا 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 تطلب ولا شو نطلب شو مقادير ولا اتصال ولا ايش رايك مقادير ترى على 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 فكره ترى عندكم 800 ريال عندك 400 عندها 400 الاتصال 150 وعندكم ال 50 مقادير ركزوا ترى يروح الاتصال يروح من كل واحد 75 ريال فقط 75 ريال يروح الاتصال ايه لا 150 الاتصال يروح من كل واحد لا لا خلي اتصال لا قصده مكونات مقادير مكونات تبغى مقادير ولا اتصال؟ مقادير رجال. آخر كلام. إحنا أخذت اتصال 150 يبقى 250 هي هي. السجن 100 فرق 20 ريال. أوكي أوكي حبيبي. ما هي 200. ما هي 200. يبقى عندك. بس بس ما نجيب قلم وهنا نسجل. خذها 150. لا. نقص من 475. والله كم تصير؟ الفريق يعني فريقه كان هنا 800 هذول 800 اوكي كل واحد لكم 400 ال 150 ما تخصم عليك انت لحالك 150 150 نص 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 تقاسموا 150 يعني عندي الرقم وانت يا حبيبي اتصال ولا مقادير لا دقيقه اخوي يجي اوكي ما كان رساله بس ابيها بال 10 سهران اول ما عندك اتصال اذا عندك يلا اتصل لكن اريد اقوم لاني ماني قايم اعرف روحي اذا انت بالله شوي ركز ها كيف ركز الان ما خلني لا تصرخ زي الاسبوع اللي راح قلبت هاي قامة حبيبي انت لا 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 يا لا ما تستاهل هذا ناخذ مقدير بس خلاص ناخذ مقدير لا انت زين انت صح اليوم ان شاء الله امس انا يلا ناخذ مقدير بس جيتني ما سهر حبست زين احنا بناخذ مقدير انا ايوه عليكم السلام اذا الشباب يا حبيبي حسين طلع لهم ابو فيصل الورقه في يدك خذ من القبوع ذاك ولا الطاقيه ولا عدم القبوع هذا والشيخ ذو الورقه تعال يا حبيبي يا اخوان المقصوب على الجنب اخر بند راي والله يعينك يا رب وش تعال وين تروح تعال كلكم الله فيكم الخير والبركه انتم الشباب وعبد المجيد ومحمد وحبيبي انا سالم والله ما سالم ما شاء الله تبارك الله من الاسبوع ده شغال في المطبخ ما شاء الله العظيم مره لا جيت مرتين الاسبوع ده ما جيت يا حبيبي الاسبوع اللي راح جيت مرتين اذكر خميس وجيت يوم الاثنين او يوم الاحد صادق ما شاء الله يعني طلع يوم الخميس ترك طلعت ب 400 ريال لا ترك هو ما فزت؟ لا لا ما شاركت 400 ال 400 لا 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 من يوم الاربعاء اللي راح من الاربعاء مطبخ الاربعاء وين هذا؟ بدت ال 400 ريال يا اخي الاربعاء اللي الاربعاء اللي راح لا اللي قبل لا كنت انت معي الاسبوع اللي راح يا ريال اي والله الاسبوع اللي قبل الاسبوع اللي طاف شارك طال عمرك يوم الخميس اي اسبوع العقبه شاركت الاحد من الاثنين اها قول لي كذا مان 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 طيب يلا مكرونه تعال يا حماده حبيبي مكرونه باللحم يا حبيبي يا هلا بالزين قلت لي والله طلع شو اسمه ذا طبختهم ما كنت اعرف مكرونه كثير صدور دجاج تعال وين اللي تبي يا حبيبي وين اللي تبي يا حبيبي هذول فصل فلوس حلوه ها فوتشيني بالدجاج ومع كرونة باللحم شيء كثير شيء بهارات إيطالية إيش الفوتشيني بهارات إيطالية فلفل أسود وين لحظة ملح بهارات إيطالية ملح أها يا أبو علي يا حركات يا أبو علي ها يا سالم والله ما يطلبك صدق مع كرونة باللحم شو رأيك نقول هاي طلبات اسماء الفريق الصيني خيرين لاحظ هذا ما كورونا باللحم وش كوتشي كوتشيني هذا الحين انت اخذت مقادير يلا احس ان هذا اسماء عربيه والله لا بدون والله
لا لا جد جد ايش طيب؟ ايوه فيصل يسعدك. تدري هذا اليوم خلاص هذا اليوم 14 داخل المطعم نحط مقادير خالد؟ اي والله مقادير يوم 14 الاسبوع اللي فات كله كامل والحين اليوم وشو؟ الثلاثاء صح؟ ان شاء الله على تاخذ بالملي اذا اشتري بالملي انا كوزي وداخل قبله يوم الاثنين تاخذ 10 العشره تاخذ بحقك صح هذا بيرا الله يحييك اللي باك يا شباب اعز الناس من بالملي كيف شكلك امس شفته بالملي والله يوم جميل واحد من اعز اصحابك يا اخي وانت زمان عنهم وتخيل المكان ذا محبوس لو يجيك واحد غريب برا استرست ما بالك واحد قريب لك بعد بينكم عيشه طبيعيه ها عواني هذا اي والله طيب يا حبيبي تبغون مقادير ولا تبغون تفضل محلكم انا الفريق الاول ولا وين تبي يصير طيب حط لك هذا يا حبيبي كورونا دقيقه طيب اعزائي المشاهدين الله ييسر اموركم ويحفظكم ان شاء الله الشباب اللي معنا في المطبخ اكتبوا تغريدات الشيء اللي تحتاجونه الشيء اللي تبغون تنصحون فيه الشباب اي شيء اكتبوا لنا في هاشتاج زد رصيدك 52 اكتب التغريده ثم ارفقها بهاشتاج زد رصيدك 52 اليوم باذن الله نشوف المطبخ غير بوجود هذول النجوم ونجومنا القادمين من ورا الصف دول جاي من ورا الصف صح ابو فيصل هذه جايين احتياط حاطك هذا احتياطي ولا تشجع مدربهم ان شاء الله حتى الرحمن ما عليك ابدا اثري فوت شي ذي ما ادري شو اسمه طلعت مكرونه هي مكرونه يا رجال يعني تعرف انت انها مكرونه؟ ايه والله الدجاج والله ما علم الا منه بس الاسم مخوف شوي ايه الاسم والله اني انا انفجعت من الاسم فالله ييسر اموركم مشاهدينا الاعزاء ارسلوا لنا يا طوال العمر السلامه تغريداتكم على هاشتاج زد رصيدك 52 انا والله بيني وبينكم انا اشوف الشخص هاي ابو فيصل الشخص اللي عنده مطبخ وما يطلع تراه يسبب حتى ربكه خارجيه والله يا انتم ترى ما تحسون تعال اعلمك انا اقول شيء انا مستغرب ليش ما يطلعوا شلون بعلمك حاجه يا ابو فيصل اوكي مريض على عين وراس وعندك مشكله تكلم من بدري عرفت من اليوم اللي قبله تقدر تعتذر والله يا عرب والله 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 ما تدرون تدري ذا الحين جمهور بندر العلي فينهم يتابعون يتابعونك ذا الحين ايه؟ يعرفون بندر العلي في ناس صحيح عشان يتابعون وفيه ناس مثلا اليوم عبد المجيد ما فيه جمهوره قاعد يترقبه جاء اعتذر وطلع ما ادري فين راح عرفت هم يرسلوا لي حاجات ويرسلوا لي اشياء وما ادري ايش انا احفظها عندي صح عشان اسال فلان صح اجي اتفاجئ في المطبخ ما فيه ناس تغيب عن دواماتهم ناس تجي من المدرسه بدري ما تنام عشان تتابع اللي شجعها ناس ودي عشان تكسب 50 ريال وهذا اخر شيء يضيع لك 400 هذا الكلام خسران هو بالاول والاخير ودي يعني انت ابو فيصل تعتبر ما شاء الله تبارك الله اكبر ما شاء الله تبارك الله كلمتك مسموعه ما شاء الله ودي يعني تعطيهم شويه تنبيهات من ناحيه المطبخ من ناحيه ان ترى الناس تنتظركم برا يعني ترى ما هو عشان خالد مو عشان والله عشان, عشان 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 فقرتهم عشان دراهمهم ثاني شيء عشان الناس اللي تحبهم صح الناس اللي جايه تنتظرك في المطبخ في الاخير والله تشوف اللي تتعب علشانك مشكله خلاص يا شباب بسم الله ما قشت مقادير ابو علي ذولي هنا خلاص هذا الفريق الاول نعم نعم تفضل هنا شباب الله يسعد الوجه يعني المقادير اطلع عن المقادير كاشه المقادير يا حسين بصل طلعنا المقادير عشان واحد من الشباب ما يزعل شوف الناقص من ورا يا حبيبي انت بس قفاز لا لا شوف الناقص لا اكتب من ورا لا اكتب يا شباب الطلبات طلعت خلاص من علي من علي ايش؟ يلا والزيت هذا عندك موجود تامرني شيء؟ لحم اذا طلبت فلفل اسود يا شيخ طلبت يا حبيبي تمام؟ في فلفل اسود ولا لا في في فلفل اسود موجود خلاص؟ اعطهم من الحين لا ينسون منه البهارات اللي عندك الايطاليه خلاص؟ الله ييسر اموركم يا شباب ويوفقكم اخر هاتيه المكرونه بصل ثوم بصل اها فلفل اسود كمون ايش حالك ابو علي الله يسلم حالك عساك بخير سرك الحال الله يسعد الوجه ييسر امرك امين انا وانت يفرج همك وغمك امين يا الله انتم السامعين دول ان شاء الله في الشاشه والشباب المشاهدين مكعب ماجي وهيل حبيبي والله ابو فيصل مطحون مكعب والله وهيل مطحون اليوم فيه ليمون عندك الملح مطحون ملح وهذا الفلفل الاسود ايوه فطر اي خدمه وقرفه الملح هذا موجود عندك طلع فطر وقرفه طلع بس يسلم عليكم واحد اسمه فيصل بن عايض من شعله الله ينعم
ايوه ايوه يا شايش عنده عنده يقول خالها بالمطبخ الحين هذا انا طبعا المغرد عيوش المرفض تقول خالد تقول البندر علي حافظ على رصيده ترى مهدد بالبرايم كيف الطلبه مكرونة لحم خلاص علي علي اقرا 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 انا مكرونة باللحم مع تنافس على البلديه وشو انت امس والله كل شيء جايز يا ابو لا لا جدا كنت انت منافس شرس ايه البلديه ما شاء الله تستاهل ان شاء الله ان شاء الله نشوفك الاسبوع الجاي لاني شفت لقطه لك انك تبغى البلديه هو والله لا استلمت البلديه واقف هناك عند كارديال صح وانت واقف عند كارديال تدري سم ابشر شباب صالح صالح شكرا لك شكرا لله سبحانه وخالتي انا اسف اسف اول ما جيت ما سلمت عليك شو اسمه ذا قلت خالتي شكي كل يا قريع يا خالتي يحب لي يا خالتك طيب يا شباب يلا والله يعوضنا مساكم خير خير جزاك الله ها تقلمتوا مع البرنامج والله والله يعوض معنا امس الله يسعدكم يا رب وربي يوفقكم امين من يقول ايه نسمع طيب كيف البرايمات كيف وضع البرايمات من اللي قد دخل منكم برايم عبد المجيد صح وصلت النهائيات في البرايم عبد المجيد ما وصل البرايم وصل بلنتيات بعد والله البلنتيات انه والتسعينات كذا خلاص كيف تلعب اعرف انا لوني في حالتكم والله لا طفي تلفزيون طفي نفسي طفي التلفزيون كيف انا لاني مثلا متابع ما اشوفها اذا في الكوره البلنتيات ما انا اشوفها يعني تخيل توصل مثلا في نهائي فيه بلنتيات واحد منكم يجي يا شباب حظي يجيك كل والقلم الله يوفقكم ان شاء الله موجود ولك موجود طيب سؤالك عبد المجيد تاخذه قول لي عليه يلا الفطره اخذنا اشتكى القصيم واهل القصيم تدري عندهم امطار عندهم حياه زين يقولوا قهرن الله يسلمنا عليك والله كل يوم يجيني اتصال تكفى سلم لنا على مجيد سلمنا على مجيد قول له القصيم معاه واهل المذنب خاصه الله يوفقك والله الله يسعدهم هاي بندر العالي شو الخطة؟ الخطة واحدة خالد قل لسالم البارح افتقدناه في القرية هجومية وما تشوف شر يا حبيبي ما تشوف شر زيتون ولا زيت زيتون؟ ايوه لانه كاتبين هنا ما يشوف شر هنا في المقلاة ولا ايوه هذه ولدي يا ابو علي هذه احسن يقول خالد قل محمد الذهلي الحمد لله الحشا وتعبون لا 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 لي يا له يا لا 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 لي اجل عندك قصايد يا ابو جايب لك قصايد اليوم اي والله هذا الكلام المضبوط اتوقع لا لا خلينا نخلص من هذه ما جيبوا علي تعرف هذا من هو ونعم ونعم في ذا الوجه انا عم ابو ناصر ابو فيصل متى نزل ذا الكتاب هذا له يمكن 10 ايام كذا او اكثر ما شاء الله ما شاء الله يستاهل واخيرا ابو فيصل واجهتك في المطعم يقول لا تزعلني حازمك ان شاء الله اي ان شاء الله لا لا جاي استفيد منك انا تنرفزي يسمح الله كيف الزعل يا ربي يتم جاي استفيد منك انا ابو فيصل وجاي اخذ 10 طيب اسمع سالم يقولون اليوم لو سمحت ما نبغى سالم القحطاني طيب يقولون نبغى سالم اللبناني الله يلك حاضر حبيب قلبي حاضرين تمام شباب ايوه حتى شو اسمه الذهلي عراقي اوه يقول نبي من سالم الذهلي اليوم المطبخ نبغاهم غير ما نبغى لهجه العمانيه والسعوديه نبغى اللهجه اللبنانيه والعراقيه طيب وين هذا يتكلم العراقيه تكلم عراق ولا تكلم لبناني محمد دقيقه خالد هسه عم درس خلاص وصلت خلاص لحظه بس ضل الورقه شيل ورقه شيك يا شيك يا حبيبي شوف الورقه يا سيدي شوف غير الزيت واللي بعدين الملح موجود طبعا خلاص هلا هلا يا خطوط كيف حالك انت يا حبيبي اهم شيء يعني صحتك بخير يا رب الله يسعدك يا دراسه كل شيء تمام طلعك للمستشفى اهم شيء ايه سلامتك ربنا في رجلك الحمد لله طيب سلامتك عمرك سلامتك من الكوره ولا اي والله من الكوره لا والله طلعتكم امس المنتجع ما شاء الله بالتوفيق لكم يا شباب قل لي جاكي يوم رحت المذنب جت امطار يومين ما وقفت اتمنى الملح باجي ان شاء الله بيجيكم ان شاء الله خالد يقول لي طويري شي صح صح باقي راقد الطويري ان شاء الله راقد ما زال انا اريد اتكلم ايوه يقولون هنا اليوم الشباب
ما نبغى اللهجة العمانية ولا السعودية. حاضر أنا حتكلم مصري. يقول الشباب نبغى العراقية واللبنانية وهنا لبناني سعودي ما في سعودي أصلي يميني يسار ما في ما يتغير ما هو كذا ما هو كذا يعني لهجة ما حفظ لدن أكذب عليك تمام أحس إنك تقلد رحم مصري الله ومرين عرف قدر نفسه أحس إنك تقلد مصري مصري أنا لا يقول ده الحبيب سالم طيب أنشد القلب يحزن ومتامع غزيرة القلب يحزن والمدام أنا ولا من ما أدري يقولون خالد خلي منشد من أشغلك التكييف ها أتمنى أمي يا خالد يجي واحد يقول بالله خالد سالم ينشد تبغانا سالم ينشد لكم طيب إيش رأيكم يا شباب نتكلم مثلا في موضوع كويس اطرحه موضوع التعصب الرياضي حبيبي قول موضوع التعصب الرياضي في مشاكل كثيرة سمعناها في الآونة الأخيرة صار شيء بعد صار شيء تضاربوا في صراحة عشان مباراة مشاكل عشان مباراة واحد انكسر رجل خوه عشان مباراة هذه قريب يعني في سياق القصص اللي توصلنا دايم واحد انضرب ولده واحد صغير عائلة يقرأ في المدرسة كل هاي صايرة والله واحد عائلة يقرأ من طلاب عائلة يقرأ سورة النصر أعوذ بالله مش تخلدي لا مو أعوذ بالله مش تخلدي صغير ما يدري من اللي علم هالأشياء هذه من اللي علم هالأشياء هذه يقول جدتي تقول أقول لك تقول الخويطل وش عنده صاحي وبعد البحث طويرش. طلع الخويطل هو الطويرش الله يطول في عمره إن شاء الله يخلي لكم الله يخلي لكم نقول لسالم ترى نتعلم من هدوء الحكيم أبو علي ترى صحيح حكيم اللي يعتذر المطبخ لازم ينسجن أو نخصم منه والله شوفوا يا متابعين الأعزاء متابعين الجميلين إن والله ما نبغى أحد يغيب من الشباب في المطبخ يعني هذا يومه هذا رصيد له هذا يطلع من برايم محمد ذولي قبل الحين ما نبغى نوصل مرحلة الاستهتار بالرصيد لأنه جريمة يعني واحد يدخل البرايم تجيه مشاكل في البرايم يحس وقتها أنه يحتاج الريال وليش وانت في غنى عن الحاجات هذه عندك مطبخ تكسب منها 400 ريال ترى ما هي بهينة 400 ريال والله الريال واحد إنها تفرق في البرايم وأنتوا تعرفون أنه إذا وقف على العتبة حقة البرايم درجتين أو ثلاث هي اللي تطلع هذا من البرايم وهذا تخليه في الاتصال مرحلة الاتصال والناس في غنى عن الحاجة هذه أنت في غنى عن الحاجة هذه عندك المطبخ مهما صار والله يا عرب يا العام إن كان عندي مطبخ والله إني تعبان ماني أشوف خلاص الله يكرمكم ترشح عندي الله يكرمكم زكمة ومدري ايش لكن والله إني طلعت 200 كانت تفرق وثاني شيء أنتم ترسلوا لي أسئلة وترسلوا لي قل بكرة الفلان فلان سوى علمه بالحاجة الفلانية إنه يسوي أنا والله أني أكتب أي شيء ترسلونه لي أتفاجأ أن اللي تبغونه في المطبخ ما فيه وش الجديد بس عندنا حبيبي يسر جديدة شيء لا يا حبيبي الله يجعلني في دعائك تفاجئني أنت الله يسعدك لا بفاجئك إن شاء الله قريب يعلمنا اسأل سالم الخنفري ليش الأسبوع هذا هادي مو مثل الأسبوع اللي طف رجعان ما هي مطر خالد قل لبندر جلسته مع فارس وطقطقتهم حلوة ولا خصب لكن تعرف الناس يحبون السواليف يحبوا الحاجات هذه محمد الذوالي نبغى يا حبيبي يا حمام الشوق والديني ينبعوية رح. يا حمام الشوق وديني وصل سلامي يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي
أنا قلبي في طيبة هايم الله. والمشاعر تعزف دايم ذكري فيها صاحي ونايم والله طيبة يا أغلى هدية يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة أنت البهية يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة أنت البهية طيبة تداوي 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 قلب العالي والقلب والهان الطيبة والهان روحي تقول وفكري يقول روحي تقول وفكري يقول يا طاير ود الوصية سلم عالروضة البهية لما أوصل طيبة دموعي تنسى كبتروي لضلوعي أرتمي ويحلالي خشوعي عند طه نفسي رضي يا محلى واحنا ظلالك يا طيبة باهي جمالك الصوت النائم اسمه صوت النائم لك ما شاء الله صوت النائم فيه من الحنين وفيه من الحاجة الحلوة اللي تحن لك تروح المدينة ايش السالفة في ناس يسألون يقول اسأل محمد الذهلي ايش سالفة عشقه وحياته مع المدينة في شيء يربطه مع المدينة كثير اي والله وين اولا المدينة منورة من اللي يعشق المدينة كلنا لكن محمد يقولون الصفة عنده مرة يعني يعني الحين لو سألته قلت أحسن مكان قد زرته أحسن مكان تحس براحة نفسية قلت لك أحسن مكان ما المدينة ما بتجي في بالك بتجي في بالك الخيال مثلا الأجواء الترفيه لا فيها الأجواء فيها الراحة النفسية فيها الروحانيات روحانيات نعم إي لكن نادر أحد يقول مدينة منورة لا لو جبت هذا السؤال والله أنا نادر أحد يقول مدينة منورة والله المدينة حاجة رهيبة في ناس تقول سويسرا في ناس تقول مدري ايش شوف ان بغيت اجواء فيه صح اذا انت براحة نفسية وكذا تختلي مع نفسك شوي خل الاجواء الاجواء مو كل شيء غير الطوا صح هذا مو كل شيء احيانا والله في لكن الطبيعة حلوة يعني الطبيعة ما فيها كلام اي لانها ترى حتى نفسيا تعطيك ارتياح تعطيك شعور غير طبيعي يعني حكاية انك تطلع من نافذة يعني مثلا فندق تشوف شجر تشوف أرض خضراء تسمع أصوات العصافير تحس كذا تسمع صوت شلال بعيد إيش رأيك؟ تتخيل أعطى أعطى وضعي قصيت بورد النساء طيب خلاص هذا ثم يقول لك يا حبيبي هنا لازم أقرأ رسالة دقيقة خلني برجع لك عشان سؤال المدينة الزيت عمي خالد أسأل بندر ليش متضايق بالبرنامج؟ ها؟ قول له يوسع صدره ويبشر بالدرع ما نرتاح الا نهديه الدرع والله انهم كفو تستاهل والله يا ابو والله انهم كفو ما قصروا معي انت كسبت 700 متى 700 الاسبوع اللي مو الاسبوع اللي فات اللي قبله تستاهل تستاهل يا حبيبي تستاهل ربي بعدين ما بالعكس ماني متضايق بالعكس يعني شفت شايش ترى ما متضايق جاي هم الاسبوع الجاي والاسبوع هذا في مفاجات يحبها قلبه يعني في مفاجات حلوه زي ما تفاجئونا تجيبوا له محمد بن عيد راح يفاجئكم ان شاء الله في اشياء بعد نشتغل عليها حلوه هذا الكلام هذا اللي نبغاه يا ابو فيصل نبغى شيء غير طبيعي الحين الناس ركود الحين قدموا كل من عنده اكثرهم والله يعني اغلب امس سالت هذا السؤال في 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 ركود صح ولا لا حتى في المطبخ اول يتنافسون صح؟ ايه الحين ليش؟ الهمه خلاص معروف هذا البرنامج هذا يبين نفس طويل طيب يا اخي انت جربته صح؟ جربته لكن شوف من ميزة الإعلامي وميزة الشخص اللي ينافس إنه ما يجي في باله كلمة نفس طويل لا شو أنت شوف علمك حاجة في حاجة مفروض الواحد يأخذها في باله يشوف نفسيته قبل يخش البرنامج هل هو متقبل إنه بيكون في البرنامج 100 يوم أو لا ما يسلم أوراقه كاملة هذا مقصد صح أيوة لا شوف لا غلط كلمة توقف يعني ان مجاله محدود لكن مثلا لو سوى مبادره ضحك سولف يعني ما في شيء انتهي صعب حتى ابو فيصل قد اعطاني هذه الحاجه
يقول انا جيت هنا اونس نفسي واونس الناس اللي يتفرجون ما عندي اي مشروع اقعد اجهزه. وكلام امس سامي الجعوني كبير يوم يقول ما يحتاج الواحد انه يروح الاداره يقول رتبوا لي الحاجه الفلانيه رتبوا الحاجه الفلانيه، يسويها ميدانيا. والله يا شباب احنا العام ما كنا نسوي حاجه نروح الاداره وثبت وجيب احنا والله مقطوع لوالدك ابو فيصل، كنا نجيب الشباب احنا نتعاون مع الشباب يعني امر مع ذا يسولف هناك. قلت يا شباب ترى عندي بعد شيء فقره في هذا اروح عند لك شباب في فقره هناك عند عرفت، وعلى طول نطلع كلنا ونجلس هنا يبدا هو يقدم فقرته. ما احنا نرتب مع الاعداد نادر 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 ترتب مع الاعداد، لكن ما شاء الله تبارك الله انت والله قدمت الاسابيع اللي راحت شيء مميز. انا اللي قدمته الشيء الرسمي هو تبرع بالدم علشان يعني بس شيء كبير، الباقي كله قدمته على شكل بالريالتي شيء كبير. كم في ناس انت تعرفهم ابو فيصل مات عشان قطره دم صح ما عينها، في ناس سبحان الله فصيل دمها نادر زي شيء نادر في احيانا حوادث عمليات مرضى السرطان في بعضهم يغير دم يوميا. اعتمكن حقين فشل كلوي ولا اني غلطان؟ لا مرضى السرطان في ناس غير يوم الدم، في ناس تحتاج صفائح دمويه صادق، جنود نبواس اللي الحد هذا الناس فدونا بارواحهم بخلان فيها على نقطه الدم. بعدين صح هذا هذا اول شيء قبل كل شيء صحيا لك يا اخي تجديد الدوره الدمويه اشياء كثيره فوائد له كلام كبير والله ابو فيصل. طيب انت قدمت هذه المبادره صح ابو فيصل؟ اي ما شاء الله يعني القادم اجمل باذن الله. اي لا اجمل بكثير بعد. اعطيت الناس فكره عن الدم والصفائح والناس اللي تتبرع. شوف في ناس سبحان الله انا اشوف فصيله دمي او زايد سيم هذه تعتبر من الفصائل اللي هذه ما عندها مشكله تتقبل اي فصيله ثانيه صح ولا لا؟ تعطي كثير بعد وتعطي لكن الناس اللي عندها A بلس اظن صح؟ فيها فصيلة دم او A زايد A زايد A بلس الظاهر A زايد و والله ما ادري ايش الفصيلة لكن في فصيلة ما تاخذ الا من نفس الفصيلة ونادر تلقاها. ايوه هذه هي نادر هذه شوف اكثر العالم O بلس او زايد او في فصيلة اسمها O A صح؟ ايه O A هذه حتى من الحاجات لكن تتقبل هي O زايد والله ما ادري انا اللي سمعت انك والله ما ادري انا ما عندي خبره فيه لكن والله الذي لا اله اني اخذتها في الاحياء يا ابو والله كلنا اخذينا بس انا والله انا زحلطت انا نازل عشان البارح الواحد يطول السلام اذا قعد عاطل والله انها تروح المعلومات تروح كل شيء. قول لي جاكين ابغى هجيني منه عطى هجيني في قطنه والله ما بنيف ها ولا عاد بيت ولا عشان حاط لا يقولون نبغاك انت. يقول تحية لكم العراق والخالد أبو علي نتمنى البداية المزيد من الإبداع لعنزي ابن العراق ونعم الله فيكم يا أهل العراق. نعمين. شعور تأنيب الضمير هو الذي يشعرك بأنك أسوأ إنسان، ولكن تأكد تماما عندما تصل إلى هذه المحطة فأنت من أطهر الناس قلوبا. صح كلام كبير كلام كبير أبو أي والله كلام كبير. سمعنا قصيدة حلوة كذا قصيدة والله ما ادري بعطيك من قصايد محمد بعطيك اللي على العنوان سلمت قصيده نون قصيده نون هذه بجيب لك ابيات منها مي كامله سلمت منها طويله هي. يقول حريتي اني انا فيك مسجون وسجني باني عنك مطلق صراحي واذا الجنون اني انا فيك مجنون لعلني للدوم ماني بصاحي بيديك مثل الطير خايف وممنون يا باني عشي وكاسر جناحي للعين نون الا انت في ذمتي نون بالعين اشوفك في جميع النواحي. الله هذه الله. ابيات من قصيده نون. نون ايه يعني الابيات ما هي بكامله؟ لا ما هي بكامله جزء موجوده داخل الكتاب ايه موجوده الكلمات هذه ما شاء الله ما شاء الله ونعم والله يا ابو ناصر ابو ناصر شاعر ما شاء الله الله ونعم سالم الخنفري بعطيك واحده يقول اشتاق لجلساتك انت منيف كيف؟ يقول اشتاق لجلساتك انت منيف الله يسعدهم مشتاق للاراضي ان شاء الله. هذه حلوه قصيده اعطتك اياها. سلمت. يقول صاحبك يخطي بين نوبه عزيز صاحبك يخطي بين نوبه ونوبه واسبابها واجد وعده عوامل. عوامل عدنت لمن صار دوبك ودوبه خلك مع اهلين وحاول الجامع حسن التعامل فيه فن وعذوبه حتى النبي وصى بحسن التعامل وكان ما تقدر تحمل عيوبه راح عاد دور لك مع الناس صاحب.
صاحبي والله والله صاحبك كذا ما دريته هو اذا ما تحملت عيوبه ما 70 عذر اعطى 70 عذر 90 زله عطى 90 عشانك ابلح والصاحب اذا هو صاحب صدق ايه؟ ما بيخطي عليك ثلاث اخطاء اذا نعم. افلحت والله يا اخي الايام هذه الواحد لازم يركز لازم على كلمه صاحب لان زي ما قلت انت يا حبيبي اذا راح صاحب بقول لك شيء سلمت انا لما اقول صاحب والله صديق وش فائده الصداقه اذا انت ما تغفر زلاتي اذا انت ما تحملت عيوبي وش فائده الصداقه بس وناسه وناسه تتحملني بكل شيء الوناسه بتعينها في كل ارض نعم بس الوناسه تحصل صادق تضحك بوجهك صح لكن الصديق الفعل الحقيقي اللي يضحي عشانك اي يضحي علشانك اللي يتحملك اللي اذا انت احتجت لقيته مو اذا احتجت ما لقيت احد عندك هذه وكيف تشوف الفتره هذه من اي ناحيه مع الصداقه ومع الصداقه والله الناس فيها خير نكذب والله والله الخير باقي والله في ناس يرزقك احيانا صديق اقرب من اخوك اللي جابته امك والله العظيم شراك والله والله احيانا لانك انت تجلس مع صاحبك اكثر من اخوانك احيانا يمكن يعني تشكل صديقك اكثر ما تتكلم مع اخوك يمكن تتسلف منه صح وما تقول له شيء حبيبي ابو فيصل ايش الاحتياجات او ايش المواصفات اللي تحبها في صاحبك بالاخير بقول لك شيء الصاحب اللي يجاملك ما هو صاحبه دائما اللي يهديك عيوبك اللي يتكلم اللي يعطيك اللي فيك الشيء ما هو اقول كل ما شاورت في شيء قلت اوكي حلو وممتاز تخليني على العمايل لا انا تجي تقول يا بندر انت فيك كيت 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 خطا هذا هو الصديق الصحيح او اذا سويت حاجه فلانيه قال ترى ذي اي نعم ينبهك ينبهك اي نعم طيب ايش رايك في الناس اللي تزعل؟ تزعل؟ تزعل يعني مثلا الحين انا مصاحبك يا ابو فيصل وطلعنا انت مثلا طلعنا في رحله وطلعنا في حاجه وسويت انت حاجه غلط وقلت لك يا ابو فيصل ترى الحاجه الفلانيه غلط تقول انت عب كيفي اسوي اللي اسوي ما زانتك زانت لك اذا ما زانتك خلها تقعد في ناس يقولون زي كذا صح؟ والله هذا مصيبه هذا مصيبتين والله مصيبه هذا اللي ما ياخذ منك ولا يعطي ولا ياخذ منك ولا يداري خوياه اها صح هذا مصيبه ما انت خاوي العينات هذه لا والله كفو لا والله طيب ايش المواصفات اللي من الصاحب صاحب مواصفات محمد يا الله طيب اوكي مواصفات الرجال مواصفات الرجال هو الصاحب طيب حبيبي مكسورهم بالباقي صح حبيبي محمد الدوالي احتياجاتك والصفات اللي تشوفها في صاحبك مثل ما قال هو اول حاجه انه ما يجاملك في يعني او يحطك على عماك جميل وقت الصح قال لك صح لو شوي خبط خاطرك خطا هذا خطا مستقبلا بيعرف انه هو كان صح وقت الصح يوقف معك ويطورك وحتى لو زعل اذا زعل على حق من حقه زعل على حق سلمت. لكن ضمن الاشياء اللي حاليا مفقوده في الصداقات مثل ما تقول المواقف انت تحتاج صديق مواقف مثل ما قال ابو علي شروه واحد يعني من الشباب ونعم والله ونعم والله والله انعم يا معاذ الجماز الله ربنا ربك يا معاذ هذا من الناس ومن الاصحاب القريبين والله من قلبي جدا انا يوم سمع سالفه شو اسمه صاحب هو قريب لمنا ولا هو بصاحبنا يقولون في قصيده اسمها احضر تخاوي لك ردي مدري تعرفونها والله ما اعرف شوف ضمن الصفات الاهم اهم شيء يكون فله ايوه هذه من الاساسيات تحيي والله صديق فله الحي يحييك والميت والله لا ادري الاهم من الاساسيات عندي انا يا اخي خلص الفطر يا اخي مالك الفطر جاهز يا قلبي معليش يعني توصل مرحله انك انت تكون متضايق في بعض الحاجات تطلع مع واحد منفس ينفس بزياده معليش هنا انا اسوي ستوب صح لكن تطلع صح. انت كذا طلعت مثلا عندك ضغوطات حياه وعندك وطلعت من البيت وعينت معاذ الجمبات يا سلام والله تضحك واستانس مثلا لو تعين واحد من اخوياك فله ويضحك ويسولف هذا ترى رزق يجيك من الله طبعا فقره المطبخ فقرتكم اكتبوا لنا في الهاشتاج
كل شيء عن الشباب الناس اللي ما هي موجودة معنا في المطبخ. أتمنى أتمنى الناس اللي ما هي موجودة معنا في المطبخ لا تسألهم كيف أروح أسأل. أنا واحد هنا يقول قول صالح الزهري يعطينا قصيدة. فين صالح الزهري؟ طلعوا ترى يشبهوني فيه يسبوني صالح. والله ودي أخدمكم لكن كيف سيبكم ما هو معنا في المطبخ. نبي اللحن الظافري يا محمد الذهلي. نبي اللحن الظافري. ظافر قصدك الظفاري. الظفار ظافري مكتوبين الظافري. نبي يحكي لنا شوي عن كان يعمل في المعسكرات. كنت تعمل في المعسكرات؟ لا والله أخوي يمكن أخوي أخوي أنا عسكري. شو كان معسكرات لحظة يمكن معسكرات الصيفية. إيه يرحمك الله يا حبيبي. يرحمك الله يا ربما تكون معسكرات صيفية. لحن ظفاري؟ إيه يقول بعدين نبغى ظفاري وبعدها نبغى النانا. اوكي على فكرة النانا ايضا ظفاري. الظفاري يعني من فن من ظفار من محافظة ظفار فيها صلالة و... ما شاء الله ما شاء الله والاماكن الجميلة اللي تروح. اذا ما شاء الله عندهم الفني. لا لا والله الفن في السلطنة يعني ماخذ شطرة كبيرة في ظفار. ما شاء الله ما شاء الله الفنون العمانية. يقول حلوة عمان يا بلادي الغالية هي زاهية دائما في كل عين. وحلوة عمان يا بلادي الغالية مجد وحضارة ومبادئ وافية والفضل لك يا سيدي باني عمان رب السماء يحفظك طول السنين. وحلوة عمان يا بلادي الغالية هي زاهية دائما في كل عين رايتها في الكون دايم عالية رب السماء يحفظك طول السنين. لا 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 يعني ان شاء الله ان شاء الله نشوف تمشي ان شاء الله في عمان وكذا. اوه ضروري. نعم طيب سؤال لك يا بندر. دوري من الناس بصير اغير سم. يقول من الكويت يا بندر العلي جمهورك ونبيك ما تصير ساكت بالبرنامج تكفى انت مبدع ولا تصير دائم ساكت. يقولون نبغاك نبغى ضحكة يا ابو فيصل. نبغى ضحكة تسوي لي. انا قايل لك من هو رئيس البلدية الاسبوع دي؟ فارس. فارس صادق مبارك الفارس طبعا. لكن تعرف فارس تقدر تجيب لنا انت رئيس بلدية وتقدر تجيب لنا فيصل ولد ابو فيصل عشان نشوف ابتسامة ابو فيصل ترجع له والحياة الحلوة. شو بقول لك سي سلمت احنا ما تعودنا على الحبس. انا من الناس اللي ما تعود حتى في الجلسة اجلس في المكان واحد اسبوع واحد. سلمت. تخيل انك تخيل جيب لك كذا طير مطلق صراحه وتحطه في قفص. صدق والله خلاص كل ما احنا نتهيأ والله تعودت. ربطوا جنحانك والله العظيم ربطوها. لكن ما شاء الله قرية كبيرة. ان كنت تبغى جلسة في بالك انك حق جلسات رومانسية وجلسات عندك واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة يا خالد في راسك شبه نار في راسك. جربت الله تفرق. ايه تفرق هي ايه تفرق لكن لازم الواحد يتأقلم. ما شاء الله وصلت اليوم 52 بس والله راحت الايام والله ما درينا راحت. اي والله والله راحت. طيب افضل مرحله لك في الدراسه يا ابو الثانويه اكيد الثانويه. ايه لسبب محدد ولا لا 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 تحس الحياه كانت فيها حلوه ايه. وانت يا ابو طويرش ابن خالي هات سم انظروا بالأسئلة. هلا انا بعد طويرش طويرش بالله مش طيب يا خالد اسال سالم من اي الخنافر؟ انا طبعا ماركم من علم علا ونعم ما عليكم زود. طيب الى الان ما قد فاز سالم الذهلي رصيد لهم ولا الفارس عبد الرحمن الرصيد. اذا فاز سالم الذهلي الرصيد يروح لسالم والمحمد الذهلي ما يروح لاي احد ثاني. لحظة عيد السؤال. لا لا يقول رصيد يقول الرصيد مثلا لو فاز الشباب يجي لمين؟ فاقول لهم يجي لمحمد وسالم. على بالي سنة عن مسابقة امس. تفضل يا حبيبي. شفت انه من اللي راح؟ لا
طبعا النمونيه اللي جو علمونا من محاربي السرطان. ايه طبعا وقت من كل الشباب كان مو ب يعني خوف. شفت انت لقطتك مع مين؟ واحده اسمها ساره صح؟ لا رغد. رغد صديقتي اللي قاعده تتكلم كلام كذي بلغات كثيره. ايوه صديقتي. طبعا كل الشباب كانوا مو بيوم خبيم ابراهيم والشعور انهم تقال الخبر من الابطال هذولا. ف دائما هذولا تلقاهم يتعبون من داخل جدا الا ان تلقاهم مبتسم دائما. انا عشرت الموقف هذا. كان احد اخوياي اسامه جلال الله الله يغفر له. لمين؟ كم اسامه جلال الله الله يغفر له. كان في سرطان خوينا. فكان دائما يجينا باستراحه ما يحب يضايقنا يجي يبتسم تلقاه من داخل يتالم. صح يلا شوي سلمت. كان يجي يتالم فدائما دور الابطال تقول تألم من داخل لكنه الابتسامة ما تفارقه أبدا. فأنا أمس كلمت سعد قلت له أبي لي بيتين الرغد. سلمت. فيقول يا رغد أنت زرعتي لي ابتسامة. يا رغد أنت زرعتي لي ابتسامة والتفاؤل من بعد شوفك غمرني. أنت مثل البدر في لحظة تمامة يوم شفته ساطع يمه أسرني. ايش رايك شاعر؟ اول شيء صح لسانك. صح لسان سعد السبيعي وين الله وجهه على طول بالي قياس المويه. طبعا رائد ان شاء الله يرضى عن البرنامج له زياره خاصه. استاهل والله مفاجاه خاصه. والله انا شوف الناس اللي زي كذا تستاهل انك تتعنى لها. صحيح تتعنى تروح لها تشاركهم فرحتهم حزنهم لان اصلا حياتي احس انه هو الناس تشرد منه الناس صارت بعيده منه عرفت. صحيح. في حس ان الناس صار يعني شويه خارج عن الناس. انت بجيتك وابتسامتك لهم بالهدايا وبالضحك معهم تحس انه كسب شيء كبير. صح عرفت. احنا نتعلم حقت شيء يمكن من الشيء اللي كان يتمنى يعني يتمنى يشوف عبد المجيد طويرش في الشاشه يتمنى انه يجي يبغى يشوف على الطبيعه. انت حققت له شيء ما عمره تحقق له. صدق وصل لطويرش يتفاعل اكثر وصل له نبي النخله اللي قال لنا عنها. ايش النخل؟ النخلة هذا عند الإدارة مكمل إدارة. أنا طالبنا أغراض حقت لازم أغراض. أنا كنت بسوي شلال. حلو. طلبت أغراض من الإدارة وإن شاء الله بيجن ونبدأ إن شاء الله بالشغل. خالد قل لسالم نحب جلساته مع بندر وصالح والمطيري وسلامته ما يشوف شر وافتقدناه أمس. هاي الشر ما يجيهم والله يا لب الرسل. صادق والله كلام هنا كبير. تبي ها؟ تبي ما تمك. سالم مطبخ الله ظهورية جميلة بشوفتك وافتقدناك البارح. الناس افتقدوك البارح يا سالم. ايه اعطى ايش ما اقدر امشي. صلي فيك صلي فيك صلي فيك الله. غطى غطى غطى. يقول قل سالم يسوي مقالب لان وجهه ما شاء الله تبارك الله مزيون. لا وجه رائع مقالب. اي مقالب خالد في مقالب ما تصح. في ناس نفسيه ما يعني ما يصح تسوي معهم مقالب. ناس ايش؟ نفسيه يعني ما يصح تسوي. ايش دخل اسمعك كذا خطا كذا يسمونه ذا. انا اتكلم كيف كيف كيف؟ قول انا اتكلم زي كذا نفسيه نفسيه ما يصح تسوي معهم مقالب. يزعلون يغيرون النتائج على طول. رد المقلب على طول ما فيهم. انا صاحب رد المقلب على طول. موقف محرج صار لك وانت صغير في المدرسه. بكيت 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 في حصه شيء نقلوك شيء موقف لك وانت صغير في المدرسه. صار لك موقف وانت صغير في المدرسه كثير. زي ايش؟ ما صح اذكرها يا ولد. خلا بعدين. ليه؟ اعطنا شيء مو مشفر. اعطنا شيء مو مشفر. اليوم انا تحدي مع بعض. الله المستعان. الله اللي ناسي. ناسي دحين. احب المتحدي. والله ذاك شيء ناسي دحين. ربنا يبارك. الله يرضى عليك عادي. انا حبيبي محمد. موقف صار لك لا دقيقة في المدرسة وانت صغير. موقف؟ موقف طريف ظريف. ما احب المواقف اي شيء مو بظريف مو بكي مضحك محرج اي شيء محرج. والله بذكر لك موقف محرج بس شوف لاني حطه ما بين قوسين. لما كنت في الروضه. ايوه الروضه يعني كم عمري؟ ممكن ست. لا خمس. روضه خمس تمهيدي ست الصف الاول سبع. يعني عمري خمس سنوات.
فما حد ياخذني على هذا الموقف. سك سك للبطل. قول يلا روح. زين طال عمرك كان الوالد الله يحفظه بالروضه معروف الروضه يكشخوك يلبسوك جنز و ايه حركات ستايلات. فكان الوالد ملبسني جنز وكذا في حزام. سلمت زين و في نص الدوام اكرمك الله ورحت دورة المياه وانا صغير بس يعني 5 سنوات لكن انسان يعتمد على نفسه. ايه ورحت طال عمرك عاد خلاص جاء وقت الخروج ونروح الكلاس ارجع الصف كيف اربط هالاحزان كيف البس هذا الجنس يا جماعه الخير هذا الجنس كيف يلبس. انت رحت دورة مياه وطلعت لا لا ولا كيف لابس بس مقلوب وحاول قدر الامكان وجهي يمين وخنقتني العبره وصحت وبكيت ورحت وين اتوقع وين رحت هذا على طول اذكرني دخلت صف حتى الصف صفنا ودرته اتوقع هناك حد من الاهل في الصف الثاني في التمهيد اكبر منه بسنة ورحت استنجد ماشي فايده ورجعت البيت اصيح اليوم كامل قضيت بكاء وصلت البيت والوالد يضحك اخبر السالفه يضحك والله الموقف لا انسى معنا عمري 5 سنوات ان انا جالس في الصف وماسك الحزام كذا من الخلف ومقلوب مقلوب اعيد واكرر كان عمري 5 سنوات ايوه اهم شيء لعد وتكرر. نبي مسرحيات لسالم بس تكون عفويه مو لازم يسوي الاعداد ويخليها بين الكوميديا والدراما لم تزبط معنا. يقولون انت سويت بغيت تسوي مشهد او سويت مشهد عن الشايب سويته؟ الشايب وقلت لك الشايب اللي هذه سالفه السالفه اتوقع اني قلتها في المطبخ حقت ايش؟ قبل تقريبا 2 سنين في الدير هناك عندها حلاقين زحمه ايام العيد زحمه فليله العيد سلمت ماسكين سيره رمضان طبعا ليله العيد ماسكين سيره عند حلاق وفي شايب من جنبي على اليمين وولد عمي قدام في الكرسي حق حلاق سلمت ذوق كسب الشايب ذا عنده العين يروحون ويجون ويسعون ويلعبون في حلاق الشعر ذا والله يكرمكم طالع على راسي انا تضايقت من الان والشايب جاء تاركهم هذا شيء لو نعم شطفني صح وطار اسلم الشعر طلع لي عصب توف ابي الشايب يفهم يجلس لا ما يا هذا شيء التفت قال والله يا ولدي ولا يا ولدي نفس النبره دي والله يا ولدي ان ايش اسمه من يرى ما يراك دكود النوم قال والله ما قال تولى انك صادق ولا مع كل شيء ضحك ما ضحك وارجع للدين هو دم يسولف علي انتبه من البله تذبحنا وتراقب يمسكوا علي عيال عمي خالد تقول الشباب كلهم يحضرون حلقه القران وقول للذهلي يختم معهم القران ما يمديهم يختمون يمديكم تختمون يا شباب الذهلي يمدينا نختم ها يمدينا نختم القران في حلقه احنا واصلين الجزء تقريبا 14 واحنا في اليوم 51 يعني بلاني. يعني نصف القران ونصف المده ان شاء الله يعني إن شاء الله. لما نوصل على الاجزاء الاخيره اللي هناك الشباب يعني ربما يكون سلسه جدا لهم قراءتها فباذن الله اللي هو عمه والنبأ سيختم باذن الله القران حلو الله يسر موركم ان شاء الله. طيب حبيبي يا موقف وانت صغير احس موقفك سويت انا والله مشكلتي مخي انا ما يحفظ موقف ما يحفظ من كثر موقف ما شاء الله تبارك موقف في حفل في حفل كذا طالعين حفل وصار لك موقف اعطيت ولد صغير هديه وصدقها عيوني روح تسلم الله في بعض الصغار ترى ما يدلع اي شيء في بعض الصغار ما يدلع اي ما يعطى وجه والله يا اخر مره كنت في شارع عندنا في ابهز ما شارع الفن شارع الفن اي شارع الفن جونا 2 صغار جيت كلامي جيتني فيه؟ اي جيت طال عمرك كنت في الغرفة حقتك في شو اسمه ذا؟ قول لا اله الا الله. ها؟ كان معك مين؟ جيتك انا يا اخوي جيتك وسولفت عليك بس ما طولت وقتها ما تعرفني. كم كيف مشهور من اول ما عدت وجه؟
اي من اول ما اعطينا وجه. لا لكن انا كيف كان استقبالي لك؟ لا لا والله كذا ايوه. لا والله محمد ما شاء الله من ما قال. لا والله امزح امزح والله نعم الرجل اي والله. الله يسعدك يا رب. شخص ونعم والله. اقول كان في اثنين صغار. اسلم. جيت سلمت على واحد منهم جيت الثاني واحد الكبير جاب لي ورده. عرفت؟ جيت كنت بعطيهم حلاوه. حلو. اعطيتهم حلوات كذا مربعه. حلو. يوم اعطيت الاول اعطيت الثاني خذ الحلاوه كذا وحذفني طع وصك هنا جرحتني ابو علي. تعرف هذاك اللي انا اعمى اللي ضربت فيه حلاوه كذا ما تدري كيف جاي ما ادري اصكه كف ولا احبه. وانت من داخل كذا تقول احب هذاك يعني بس كذا قوه. لا لا والله اني حبيته بعد انه لو قعد عندي ثانيتين يمكن اصك كف شيء حذفني حذف غريبة. اعطيت اخوه الحلوة جيت يوم اعطيه هو فرجيه كذا ما زنت له. يا سلام طع سكن هنا. انا ابي قلت اوكي ايش دخلني اعطيك انا؟ ايش جاني من اللي قافت زوج ولد الحنون ولد اللي يحب الصغار؟ ايش صار لك تقول لي انت وانت صغير؟ بدي اقرا جملة. يلا. بيعا وهيك. ها؟ بيعا وهيك. وشو؟ وهيك وجهك بيع عن وجهك يعني بيع عن وجهك يعني يجلب وجهك ولا بدون؟ لا يعني انا فدا او زي كذا بيع عن وجهك يعني بيع عن وجهك فديت وجهك يعني يعني فيني ولا فيك بي انا فديت وجه زي فديت وجهك يعني شو ولا مشوار كل ذا بيع عن وجهك فديت بس اي والله قدي ولا بك بس اطول منها بي ولا بك هذا اطول منها. طيب اطلب من الذهلي يشيل انشوده حسين البيد المهداه لاهل السلطنه تعرفها؟ تامر الامر. والله في ناس قاعد يقولون خلي سالم نشد يقول سالم خليه نشدنا والله ما نشد والله والله نقصر على الذهلي وسالم ما شاء الله اشتهينا مكرونه. طيب الشباب ما اشتهيت مكرونه من الحلو الكرم مش دخلهم. طيب يلا اوكي خالد منور المطبخ بس قول لسالم ينشد. سالم ينشد انشد سالم لان مجونه كثير انا بدك انتشد انا طالب فات كل شيء ما ترى احد سعيد زينا انا ابو فيصل والله ما ينشد انا الحمد لله اعوذ بالله انا يلا يلا يا سيدي هذا خلنا خلنا اقرا يا اخي لا بعطيها بعطيها القصيده دي خليني بعطيها هذه من الايام اصبر بعطيها القصيده فيلم هذه قصيده عن المنصب خل خل خلك تكتمها اكتمها خل انت يا خل سك 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 سكر يا ولد خل ما عليك خل ما تجيها سلمت قلت لي مره ولا لسه؟ لسه يا ولد عندك يا اخي اسمك ابو علي خليك وانا اخوك تعال تعال ثاني ثاني لا ما انت هو سلام انت اكبر مني رجل شو زولك زولك يقول لي اعطاك الله رب العالمين منصب فخم محسوب توقيع قلمه المسألة يا صاحبي دنيا ودين لا تضيع في لا تضيع في غبة البحور المظلمة تخدم بني عمك وتنسى المسلمين يعني لا جاك الأجنبي ما تخدمه ترى السعادة خدمتك للآخرين اللي رحم خلق الله الله يرحمه وإن جاك شخص بعلمه باليدين استقبله بالطيبة ثم فهمه لابد ما يعذرك بالعذر السمين ويروح راضي عنك ما يفتح فمه طبعا الزمن دوار والخافي يبين ومن لا يحشم موقفتك لا تحشمه وخلك سوات شعير والقاسي لين لا من هدر قام تدلى برطمه اخذت حكمه من كلام الاولين من لا يغبر شاربه ما يدسمه. اي والله اي والله من لا يغبر شاربه شاربه ما يدسمه صح لسان محمد ناصر اني قلت صح لسان رعيها ولسانك يا حبيبي الحين ترى في 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 مشكله زي ما قلت انت الواسطات ما الواسطات اي هذا بعض المسك المنصب قاعد وينسى المسلمين اي في 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 حاجه لكن هذه انا ضدها فيه الناس تستعمل الواسطه في غير ضرر الاخر لكن من ناحيه الوظائف انا اشوفها يا اخي شوف شيء اللي ما بخير الربع ونفسه ما بخير صدق والله واللي ناسه يعني ناسه لكن مو على حساب ناس تظلم ناس عشان تنفع ناس لا تظلم صح هذه انا مش شيل الامور لكن بس اللي الظلم بترقيات بوظائف شيء اسرع لك إيه؟ اسرع لك اسرع لك شيء ايوه كذا رحت الواحد قال خذ الورقه الفلانيه ودى الورقه تمشي الواسطه ترى اذا صارت سلسه عاديه ربما يكون اذا فيها ضرر للاخرين هذه مشكله وجريمه
لانك يا اخي سؤال سلمت. انت تشتغل في مؤسسه حكوميه كل يوم يدخل عليك اكثر من 20 مراجع، واحده من هذه المراجعات اللي تجيك دخل عليك ابوك او عمك او خالك او اخوك، تعامله معامله الزبون العادي هذاك؟ لا اطلاقا. لا فاهم علي؟ لكن ربما تحط صف دور هذا بس ما اقدمه على احد. هذا الكلام. الدور موجود الدور، لكن يا ابوي هذا ملفك موجود تفضل. كلام كبير. شوف انت يا سالم، ايش تشوف يا سالم؟ اشوف مثل ما قال ابو فيصل، اللي ما له خير ما في خير باله، ما في خير للناس، لكن بقدم غير ضرر للناس. اي اكيد بدون ما تظلم احد. مثلا انا طال عمرك عند، مثلا خلينا نقول مثلا عند امير، وخوي وابن عمي في حاجة شيء بيقولها الامير، صح؟ بقدمه. لا نحن نقصد، احنا نقصد من ناحية ثانية يا ابو، احنا نقصد نظام الكلام وش على الواسطات. ايوه يعني الحين مثلا طيب انا فرضا اني عند شو اسمه مسؤول عن التوظيف، شفت؟ وظفت ناس كلهم عبارة عمي، وتركت ناس ما اعرفهم وعندهم شهادات وافضل من عبارة عمي، هنا وقع الظلم. فهمت علي؟ طيب سؤال. يعني انت زي ما قلت الظلم، لكن لو الحين ترى في مسار زي ما قلت يا سالم انت غير اللي تتكلم عنه، الحين نتكلم يعني مثلا الحين الرجال هذا متوظف عن طريق واسطه، لكن لا ما توظف. بعلمك حاجه مثلا عبد المجيد طويرش بمسمى مبيعات او مسمى يعني اللي يدخلها ما هو بواحد تخصصه بعيد عنها، صح؟ إدارة أعمال، تدخلها واحد محاسبة، هذا الأولى في الوظيفة، صح؟ في ناس كثير نشوفهم في بعض الأماكن الواسطة هي اللي دمرته، يعني تحطه في مكان يجي مسؤول كبير يسأل في بعض الحاجات ما هي بجوه ولا يدري عنها. طيب هي هذا مكانك تتكلم عن هذا التخصص المحاسبة والإدارة وزي كذا، فتلقاهم يعطونهم دورات خارجية. بقول عشان أجي ما شاء الله الحاجة اللي وظفه بالواسطة، هل يرضى يعالج عند دكتور هو يعرف انه نجح بالغش؟ هل يرضى يسافر بطياره يعرف ان الكابتن نجح بالغش؟ كريم فاهم علي؟ خليه يفكر هالتفكير، لان هذاك بيمسك امور ناس تاكل من طبخه. قل له تقدر تروح للبيطري؟ هل يرضى يسافر؟ تقدر تاكل من طبخه في واحد ما في طبخ؟ إذا أعزائي المشاهدين فاصل وراجعين لكم بإذن الله بعد الفاصل مع نجوم لهذا اليوم. يلا 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 لو ياكل يدينا بعدها زد بهاراتك زد بهاراتك زد بهاراتك زد بهاراتك. الله يحييكم من جديد أعزائي المشاهدين وأعزائي المتابعين، عدنا لكم والعود أحمد. بنتكلم شوي عن وقف سمو اللي هو وقف ذريتي في جمعية سمو، بادروا بالمشاركة في هذا الوقف. الحين ما شاء الله تبارك الله تعدينا 60% من الوقف، يعني الأيام الجاية نتمنى نغلق قبل ما يغلق زد رصيدك، نبغى نخلص يعني بأيام أكثر. الوقف ما شاء الله تبارك الله أكتمل على يديكم، ونتمنى كذلك أنك تبادرون وقف ذريتي بجمعية السمو، ينتظركم ينتظر دعمكم وينتظر نشركم، لأنكم تنشرون الخير سواء في الانستغرام في تويتر في السناب في الواتساب، يعني ما شاء الله تبارك الله صار ذي الحين من أقوى الوسائل اللي تقدر تنشر عنها. فإيش رأيك يا أبو؟ والله يا أبو ترى لكم انتم الفضل بعد الله، لكم انتم يا المتسابقين. والله بقول انا عندي قناعه في هالبرنامج لو ما اطلع الا باكتمال هالوقت خلاص، لان هالوقت معاي بموت وتبقى حسناتي تزيد عندي. تخيل الوقف اجر ترى عظيم، وعداد حسنات ما يتوقف لين قيام الساعه. ايوه ما يتوقف. شوف ما والقران كتاب الله هو اللي الذي تكفل بحفظه، مو احنا سبحان الله. يعني تخيل 1400 سنه ما تغير في شيء، من متكفل فيه؟ الله الله الله، او يعني الله اوجد هذه الاوقاف علشان الانسان يبادر لنفسه، صح؟ لمن يحب. السلام. صح. يا لك صديق متوفي يا اخي تبي تسعد تصدق له لو 100 ريال في هذا الوقت، صح؟ وفي حاجة نعم والد متوفي وعلى فكره والله توصل هو في قبره،
هذا اللي يبغاه وتمشي حسناته تزيد. يعني الواحد يعني لا 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 خل لا لا تقلب انا قال لك الوالد او الوالده اللي توفت الله يحفظهم ان شاء الله ما يبغى منك شيء في القبر الا الدعوه والصدقه، فما بالك اذا كانت زي الوقف هذا صدقه جاريه لك وجاريه لابوك وفي قبره فتتكلم في خاطرك كلام يا ابو. بعض طال عمرك يبخل انه ينفق صح شفت ويجي عنده شيء انفق ما يدري ان هذه مقدمه هو للاخره ومقدمه للدنيا بعد، تنفع في الدنيا وتنفع في الاخره وما نقص مال من صدقه، ما نقص مال من صدقه بل يزيد. يعني سبحان الله بعضهم يتوقع يقول بعضهم يدفع فلوس في الصدقه قال يقول كم الباقي؟ الباقي وين؟ مليون دفعت 500 يحسب الباقي 500، بالعكس ال 500 اللي دفعت انت ترى باقي عند الله عز وجل. هذه هي الباقيه، هذه اللي يبقى للواحد في حياته كل شيء. ترى هذا جديد من الماء بركه صحيح والله، لو تدفع كل شيء يفنى في الحياه الا صدقه. اي نعم يا ولا وبركه في مالك صح وفي عيالك، ممكن حتى يتبارك لك في زي ما قلت في المال والعيال، تدفع عنك ميتة السوء يعني حتى في النفس، اذا كان الواحد خاطره شيء يتصدق ان شاء الله انها تزين وتزين اموره، فالله يوفقكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين طلعت ارقام او حسابات الوقف جمعية سمو على الشاشة، صوروها شوفوا انشروا عندكم في الواتساب، انشروا في اي مكان. عطني الملح ملح ملح. انا اقول لو تخليه احسن يا اخي، انت ايش فيك تاكل لك ايدك؟ لا ما تاكل. يلا اجلس ابو علي. لا ابو علي براك ابو علي. ابو علي ضايق صوته. سلام عليك. طلع حبه صلي حبه دق 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 دق. الله يهديك شيك يا اخي خايف. ايش بك يا ولد؟ محتقن شويه. طيب يا المشهور عادي تفتح مايكك. ابو علي مفتوح مفتوح والله فوق. مفتوح والله مفتوح. ها يقول توك فتحت الحين لا اتحدى من اول يا اخي ذاك يا اخي مني والله ما ادري كيف. لا 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 ابو عبد الله يا اخي ابو عبد الله هذا يبغى له شغل. هو طفيه وشغله يقول لا شوف هو عنده في السيستم عنده انوار اوكي، الشيء الطافي يجي عنده هذا. يعني انا طافي؟ لا هو طافي هو الزر. الزر ولا المايك ولا انا؟ لا انت لا انت اليوم والله ما زنت اليوم طافي اليوم والله والله ما زنت. عندي لك عرضة انا ها؟ كم عندي لك عرضة؟ والله لا والله اقسم بالله رنق على 10 رنق على 10 ودي بس اخذ بالي اوكي تبغى تقيم وتروح ترقد. الله والله وفضيحة غريبة ما جاء زيد السجن هذه ما اكبر مصيبة ما جاء. سلامتك والله يا مرجان. مرجان طبعا تعبان. ابو علي ما ادري خاطرها خاطرها هلا خاطرها يشيل. لا والله يا محمد انت عارف الساعة كم نمنا؟ نعم اعطنا هجيني يا ابو يا بعد قلبي يا ابو علي ابو فيصل اعطنا هجيني حتى الرجل ما تبغى تنشال. نعم والله ما اعرف وانت والله ما اعرف فيصل انا اعرف ايش اسمه مكسر سلام يا مايك وانت بس ايش فيك ولا فيني يا بعد واعرف الديسايد عادية هلا ايش قال؟ سلام ايش قال محمد؟ ها فيك ولا فيني؟ ابو علي يلا ابو علي سلام يا مايك حمك كحلا يا سيد أهلي وخلاني يا سيد أهلي وخلاني ارمي نحط لا 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 يا لا 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 يا لا 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 شايفك أبو بس يا لا 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 يا لا لا يا سيد أهلي وخلاني سلام يا ما يا حومك حلا يا سيدي أهلي وخلاني يا سيدي أهلي وخلاني شايفك إيه يعطي ما شاء الله ما شاء الله. تطبخ ولا كيف؟ أنا طبخت ولا ما أدري لا لا الحمد لله سلامات ما شاء الله. طيب خطنا ذي هذه يا حبيبي ايش سالفتك يا حبيبي محمد ابو علي؟ ادري يا ابو علي صارت قصه صغيره في سوريا صح؟ سوريا؟ كنت تروح سوريا زمان صارت قصه ضعت مدري ايش هي؟ والله صار ايش صار؟ علم المشاهدين علم علم وانت صغير كنت حق جريات كثيره وحق حفلات حق هذا حق جريات والله ما توقعت يا اخي
شوف في سوريا طال عمرك الوالدة الحمد لله رب العالمين والوالدة أخذونا يعني في فترة لما كنا صغار أكثر من دولة عن سوريا لا تحرك كثير كثير لا مو تحرك كثير لكن حرقة تحك ذي عرفت صحية ما حلو في بلاستيك أبو علي في ملعقة بلاستيك لا ما بتناسب ما بتناسب ما تناسب ما تناسب والله أوكي يا أخي قد صحنا عليه يا أبو علي جيب لنا ملاعق خشبية عي يا أخي أطلبها معي يا من يبني يجيب لنا ملاعق خشب يا الله مليب سلم على مليب في سوريا وأنا كنت صغير تقريبا 7 أو 8 سنوات في سوريا طال عمرك عندهم عادة كل إعلاناتهم وأشياءاتهم وين؟ في المسجد في المسجد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل خطبهم وأشياءاتهم في المسجد فهم عندهم هذه العادة إلى ذاك الزمان يعني قبل 15 سنة تقريبا فدخلنا بيت زميل الوالد أنا وأخوي الأصغر مني وأبوي وأمي أنا ما دخلت هم دخلوا أنا ما دخلت ونظام بيوتهم جنب بعض وعمارات وكذا أنا عجبتني حاجة عند جيران وروح وخذتني التمشية في هذاك المكان وضعت ما اخذتك تمشي انت اللي اخذ عمرك ما شاء الله تبارك الله كنت حق جوا حق لفلفه حق ايش وش الشيء اللي شد انتباهك خلاك تروح والله نسيان بالضبط لكن اتوقع العاب كانت عندهم حاجات كذا ورحت مسكون ودوني المسجد من اسمك والحمد لله اني انا شاطر اني قلت اسمي محمد حمدان محمد بن حمدان طفل اسمه محمد بن حمدان الوالد يدور مين يسأل وين محمد اسمعها اسمه بعيد من بعيد صار ذنوبك هناك روح المسجد وجابوه محمد من هناك جالس بكيت انا لا لا والله اتوقع ما بكيت هذاك موقف كنت فيه صامل شوف ما اخذوك ودوك المسجد الا شيء قلت اعرف انك ضايع وقتها انت خلها على هذا اذا بكيت ضيعت اسمي يسالوني بقط عجل قد صار لك موقف كذي ضعت في سوق ضعت في شيء والله اللي ما يبقى ضعت في محلات صفت محلات قلت لك يا والله ضيعني سبحان الله يا اخي دخل ابوي تمينات انا دخلت شو اسمه ذا مخبز والله اني ناس طلعت ما لقيت ابوي ادخل تمينات ما لقيت ابوي في رفوف في تمينات ارجع ادور الموتر ضيعته موتر بعيد عدني ورع وادور ابقط اخر شيء حلاق ما شفت ابوك انا ايش دري يا ابوك يمك صار على طاري انت تقول سياره برا قاعد من خيال الله يستر عليه يقول كنت ذاك اليوم مستعجل قال ابوي انزل جيب اغراضا مني وعود يقول يلا يقول نزلت من وراء كان واحد من اخواني راكب قدام وانا راكب وراء ونزلت من السياره ورحت جبت اغراض من البقاله رجع ورجع يقول ضيعت مكان السياره فينه يقول ما ادري انا اذكر ان الكريلا حقتنا واقفه يقول اطمر على كريلا نفس الكريلا حقتنا وافتح بابها وصك طع اتفرج لاني في مره قدام انحش يا كريلا لا تب يا كريلا ابرز يقول انزل خاف الرجال يكشخ عند الدريشة تهون الدريشة والله تهون لا أقول لك ركب ركب برا نفسك ميت والصغير الرجال دي ما هو بصغير يعني إنها يعني إنها تمشي سوى شباب كبير كبير يمكن عمره 25 أو 24 يقول أقسم بالله أنا موقف في حياتي يقول والله هذاك اليوم أنا أصدق أكذب يقول أبويا إيش بك يا ولد قال الله يا أبوي إني طمرت على سيارة ثانية تكفى كان من الفقارة في راسك الفقارة أنت توكل الله توكل الله ابو علي والله اني بنصحكم والله حبيبي على طاري هنا يتكلمون في صالح صالح الزهري يقولون اسال بندر عشان قريب من بندر من صالح زي كذا ايش سالفه البرنامج حقه والشيء اللي كان بيقدمه مدري الفقره اللي كان بيقدمها قصدك ينطع في الكونس روم ايه لا 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 مو صالح شو بقول شيء صالح صالح اكبر من الشيء ذا كله صالح عارفه ما يزعل عشان فقره صالح في باله شيء ثاني في شيء في باله في شيء ثاني يكدر خاطره يكدر خاطره ما هو فقره ما هو فقره اي طيب من الناس يقولون كثير اسال باقي بس ممكن احط الفقره متنفس لها شوي صحيح احيانا تنضغط ما تقدر تقول اللي في بالك صحيح هذا الكلام يقول شوف في البيت ده اقرا انت
يقول يا ابو علي اقوى حزن ممكن ممكن يمر بضلوعك كم الحبيب اللي لمن جاك قمت تتبسم لا طر على بالك تبسمت يعني كذا انك تتذكر حاجه كدر خاطرك كدر خاطرك بس لكن قال فلان فلان قلت انت الله يذكره بالخير الضحكه ذي انها مضايق شفت كيف الضحك شوف بالي شوف اعطى والله الذي لا اله الا الله يا ابو علي ما يدري هو ما انت دريت ايش انت لابس اليوم ها ابو علي عارف ودي يروح ودي يروح مكه ابو علي ودي يروح مكه بك والله اليوم نحجز لك مكه طال عمرك انا ابو علي ما زاني والله ابو علي ما رقد الساعه 9 ما ادري والله لو على كيفي لو الدنيا على كيفي كنت اذكر ايش قلت 11 بقول شيء لو الدنيا على كيفي طقيت يومين ب 700 ريال بس والله علشان يومين وانا وياه على مكه عمره وناسه ونرجع يا سلام طيبت خاطر رفيجي وخليته يستانس وانا اخذت عمره ها الرجال تاخذنا معك من هذا الحساب ما فيه 700 ادفعها طال عمرك يا ولد ها الصندوق اقول لك انا بدفع 700 مال البرنامج ها والباقي على ابو طيب انت خليك في البرنامج 700 معك اذا غلقت ثلاثة شهور ولا بعد هذه ان شاء الله باذن الله ما رجع عمان الا عملت عمر انا بياني بقصه اسعد ابو علي والله خليه ينبسط هذا اي والله تكد عليه ولا اقطع الليل اقول لك بكره لا بخوت بس اعطيك طبخه من مكه كفو والله اذا في اتصال على اتصال ابو علي نفسه بندر مقاديرك هذا بكره اعطيك اياها من مكه خلي هنا واقيمك من مكه طيب ابو علي كيف تذوق هذه الطبخه؟ خالتي كيف خالد حامد لا تنشبني كيف اذوق ما والله لاني بطبخ ابو علي ولا شيء لا اجهز لك كل شيء من الليله جاهزة لي من الليل كل شيء طبخة بكرة أعطيك سوي القرعة وأنا أعلمك منك بالنظرة وأنا أبو علي وإن شاء الله ما أخطي خالد نظرة الرجال الله يعزك أعطوه يومين غير الويكند يا الله يا بندر تكفى أنا قلب يا أخي شوف أبو علي عنده ويكند يعني تخيل هو إجازته نفس إجازتي عرفت أطلع يوم الخميس أنا مني خلاص أسوي الويكند ما عندك بعض الويكندات أطلع منه على طول على المطار لا مثل مثل قبل ما كنت فيه أنت طالع فرد تتوقع تروح انا عند زورتي ابغى 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 يعني يومين والله ما تكفي والله ما تكفي ملتزمات اغراض حاجه للبيت شو رايك خالد؟ توسط له عند ابوه خالد شو بك يومين بس ابشر يوم. ابشر كهو لكن من اللي بيمسك تقييم بدل يا اخي انزل انزل والله انزل ما عليك المقادير بتطلع على الكاس ما قاعد تطلع الاتصال بيجي وبعدين وش الطبخ وش المشكله اللي بيذوق من هو؟ الطبخ يا رجال صادق امين دائما والله هذه المشكله احنا في مشكله من اللي تبعني وزهل بس يعني لا لا هو الخميس هذا الله يعين خالد عليه هي ترى اما الخميس الله يعينك عليه رايح رايح خارب خالد مع قلب شر ابو علي يا حبيبي كم جاء خمس دقائق مطبخ مهم جدا يا ابو علي مع قلب شر ما هي بقوله في وجهك لكن لا والله حبيبي بس الخميس ابو حامد بعلمك اطبخ لك الطبختين قبل ما اعطيهم اياها اوكي يعني تنشبني في علك انشب الله سلامات شباب طيب شوفوا ابو علي احنا طيب ايش رايكم ايش رايكم؟ بكره الاربعاء صح؟ يوم الخميس نجيب المقدمين يطبخون منو؟ نجيب المقدمين يطبخون عرفت؟ والله فكرة حلوة تبدا صراحة. تبدا الفقرة انا صدق ليش ما عقب الآية عليكم؟ لأن عددهم 20 خليك تطبخون زياد علي أبو علي مع راجح وهاني أبو علي عددهم 20 عرفت؟ ايه؟ هم عددهم عددكم أنتم 20 ال 20 هذول نبدا فيهم الأسبوع الجاي اي حلو ايه؟ عشان يكون عندهم ايش؟ يا سلام أسبوع كامل والله أبو علي معك تجيهم بكرة ولا لا؟ وشو كذي ابغى اشوف من المقدمين ذول اللي كلهم متسرع والله حلو ابو حامد والله حلو ابو حامد اشكالهم في السجن ومن هنا برضه خذ لي وكن اي هذا الكلام كلام كبير والله يا حبيبي حسين اكتب هذه الملاحظه عندك ارسلها لشيخنا سالم الجعوني سالم الجعوني وين يطفي خليها بقى عندنا في القائمه يجيب لنا اربعة ايام الاربعاء ونشوف انما نشوف اخويا جيبها من عندي يعني عشان نبدا يوم السبت القرعه يوم الاحد القرعه الجديده تجينا انتم عددكم 20 عددكم 20 يجي 20 متسابق يطلع في الاسبوع نفسه يا سلام ايش رايكم فكره والله فكره جهنميه فكره جهنميه لكن المتسابقين يريحوا ذاك الاسبوع اليوم ذاك يريحون الاسبوع كامل لا اسبوع له ملاهي كيف اسبوع ملاهي 20 شهر يوم ريح يوم الخميس اللهم انك تكون في العصر تجي تضحك على الشباب اللي بيروحون السجن الله يهديكم يعني انت بتخليهم يطبخون اي ممكن خلي 10 هنا و10 هنا تخيل بالله شكل زياد هو في السجن يا الله ليش ما تخيل خالد قدم لا انا نبيع حق هذا بدل بدل يهزمهم بدل بنجيب اجل بدل بدر
ابغى طقطقه بنزين. الله كم ضحكت على مقطع كم سحبك في الماء. والله حسبي الله انا والله حالات ترد المقطع. شفت منيف؟ منيف كيف خبطه؟ اي والله منيف شلت طبقه هنا بس اسعد فك هبط حاجه بالطفايه حقت الحريق جلد جلد يا بيني بينك والله مزح النوم منها ما هو بزين اللي راح لذاك بدري هي باقي باقي ايش بك مستعجل؟ لا علشان كم الساعه ذا هي؟ الساعه ثلاثة الا ثلث خلاص لا خلاص راح راح من يروح من يروح الساعه كم؟ الساعه كم؟ من يبدل طيب سلام راح 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 بخمس دقائق على ذا حبيبي خالد كم باقي بالضبط يا خالد؟ خالد قول للذهلي نريد ليلة عمانية إن شاء الله بكرة نجيب حلاوة سالم سالم نبغى مقالب نجيب خالد وصل بندر أنه الأخ أكبر جيب لك شيف من عمان حبيبي للشباب قل له جيب لنا شيف من عمان شيف من أي والله جيب شيف من عمان زي جسمكم زي كل الشيء من زي كذا والله شوف كم باقي كم باقي يا حبيبي باقي 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 أظن باقي ثلاث دقائق يقول الله يسعدك ثلاث دقائق محرية وضي يروح صل يقول طلع المنارة شيك يا أخي والله ذكرتني وين سعدني والله ذكرتني سعد السبيعي موجود امس ما شفته امس كان عنده بس خلاص اي شغل تسجيل كان عنده تسجيل يعني كويس مضبوط مره زين اوكي جميل جدا طيب حبيب انا ما في احد يمدح طبختي شيء امدحوا طبختي امدحوها يا اخي أنا والله أشوف أنا شيء مميز وشيء جميل تعال هنا شيء مميز جميل والله الله يعينك أبو علي بس فرني ما شاء الله ما شاء الله أبو العلالي الله غلقت كذا الطبخة؟ غلقت إن شاء الله غلقت يعني خلصت؟ إيه غلقت خلصت إيه غلقت مأخوذة من الإغلاق 50 يوم لكن ترى كلمة عادية غلقت نفس غلقت يعني خلصت يعني قضت عفيس اوه بعد يقول عفيس هلا ابوي يا سيدي اهلي خلاني عشان مشاهدين الاعزاء مريح بالله هذه الثور من ساعه والله ما ادري هل من تكفي تسمها خلاص سكرها سكرها تخرب عليك اي ما شاء الله العظيم ولا احد يصك معين قولوا ما شاء الله عشان الشباب يطبخون زي الناس ايوه اي أيوه والله التاج كله اوفر الشباب اللي ما هم موجودين في المطبخ اتمنى يعني اعطي الشباب حقهم ايه خالد بالله نبي شيله من محمد الذهلي اكلت صباعي محمد الذهلي يقول يبغون يسمعون شيله ما يبغون يشوده شيله مني انا شلون شيء لحظه ليش ما يكون يلا والله لحظه وش من شيله استغفر الله حتى ترضى خالد خل سالم يقول ما في سالم راح يذهب سلمت حبيبي تعرف همال صالح؟ وشي؟ خادم البيتين سلمان الحزم ما والله ما أدري أنا لحظة شوية أبغى أتذكر لحن حلو حافظ طيب أي شيء في البرنامج تسمع الشباب يردون ولا ما ولا إيه حادون والله أتوقع خلاص حافظوها الناس كلها إيه لكن بهب طابع إنشادي حادوني على ركب الغمرة وأنا بغي فوق أبي ما قدام الصندوق ولا على السلة سلة لا 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 يا صبا والفنجان أيوه والله ما أعرف أنا الله بطل ما شاء الله تبارك الله ابي فازل بس كل حنا في الدله ولا ما شاء الله شوف اقول لك الحين ما شاء الله عنده ذهبيه ما شاء الله انت ولا ما شاء الله خالد يقول الذهبي نبغى جلسه طرب وجلسه نغم حاجه ماسيه في حياتي يقولون يبغونك جلسه نغم انت وخالد محميد دائما يقولون في المطبخ سالفه تدري وعدتهم سحبت عليهم اسمع يخلي خالد يخلي الاصوات الجميله لا صليت يقول انا احب صوتك لا صرت تصلي اها والله يا يوم صلى بكم المغرب ولا العشاء هذا الانسان يوم يصلي كذا يذكرني كاني في الحاره وصلوا بنا الشيبان ذو وقار الحمد لله كبير رب العالمين وتو اجتهد اني اقلده ترى والله اجتهد اني اقلده وبجيك من ايه بقول لحظه انا بقلد صوتك طيب ممكن تعطينا
صورة الناس قبل ما نطلع الأذان؟ خلى الناس تستفيد. أجر لك ولهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ مين؟ الشيخ محمد أيوب رحمه الله. الله يرحمه إن شاء الله. شكرا لك يا حبيبي عزيز وغالي. الله يسعدك إن شاء الله ويسعدكم أعزائي المشاهدين، رايحين لأذان العصر وراجعين بإذن الله بعد الصلاة للتقييم، وكونوا معنا. يلا هنا بالإبداع في زد بهاراتك، زيد رصيدك، يلا 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 زيد رصيدك، يلا 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 زيد رصيدك. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيا على الصلاة، حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، حيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه ما لم أعلم، أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه ما لم أعلم. اللهم عافني واعف عني ووفقني في كل خطواتي، لا إله إلا أنت فأنت على كل شيء قدير.